السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيه شفاء للقلوب. في هذه الحلقة أريد منك أن تعلم يقيناً بأن كل أمر في هذه الدنيا هو بيد الله، وأن تسلم تسليماً تاماً لهذه الحقيقة والمبدأ بأنه إذا أخذ منك شيء فهو لخير لك، وإذا أعطاك شيء فهو أيضاً خير منه لك. فكما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.